شوت شوت يا حنطة ويشوت الحنطة حنطة وبس ولعبك كله مظبوط شوت 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 يا حنطة ويشوت الحنطة حنطة وبس ولعبك كله مظبوط نسيان هذا بكون جن جنانها وانا كمان عن اذنكم بدي شو عن اذنكم انت شو دخلك اذا انا وعد مرتي انت شو وراك عود انت خليك مع حنان يلا بالاذن انسي حنان باي عدنان شوفك بعدين يلا باي 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 اهلا اهلا انسي حنان الحقيقه يا انسي حنان انا سعيد جدا جدا بمعرفتك وانا كمان الحقيقه انت يا سيد عدنان شاب مثقف وفهمان لطيف والله هذا من لطفك سلام مين سالم؟ السيرة على عينكم كيفك؟ أهلاً 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 أستاذ سالم أهلاً أنت كيفك عدنان؟ شو هالصدفة الحلوة هاي؟ شو بعدوا بتعرفوا بعض؟ ولو عدنان صديقي من زمان كتير الشرف ممكن أضمع فضل 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 صرنا زمان ما شفناك انا عم احكي معك باستمرار ليش ما عم يقولوا لك بالبيت يا كابتن الحقيقه انا بهنيك على صديقك شاب كتير ظريف وما في منه ابدا تسلمي هذا من لطفك يا انسه هلا عن اذنكم شويه بدي احكي تليفون تفضل عفوا انسه صاركم زمان بتعرفوا بعض ايه ماشي اهلا اهلا استاذ عدنان هلا اسالك سؤال صاركم زمان بتعرفوا بعض؟ لا هلا تعرفت عليها وانتو صاركم زمان بتعرفوا بعض؟ لا هلا هلا تعرفت بعدين انت حاسك خجلان كتير لا تستحي بعدين يا عدنان انت بدك تصير نجم يعني بتعرف هو لا يعني هو انا معك يا اخي العزيز عدنان هي بنت بتطير الطبرات العقل بنت حساسة لطيفة مهذبة كاملة مكملة من كل شيء بعدين غير هيك البنت موهوبة يعني رياضية من الطراز الأول وموهوبة جدا تصور يا عدنان يعني عندها قدرة خارقة في اكتشاف المواهب الرياضية الطازجة تصور إذا كانت ماشية بالشارع وعم تشوف أولاد عم يلعبوا بالطابة فإذا أشرت بإيدها على طفل عم يلعب بتشعروا إنه هاد موهوب وممكن يصير لاعب كبير بالمستقبل فتأكد إنه راح يصير لاعب كبير شي ظريف بدي أسألك حنطاوية كمان لا زهراوية
إنما ممتازة. تصور يا كابتن، إذا ركب معها شاب السيارة على مدى سنتين فبيصير يعني بفجأة هوب، وبيصير لاعب مرموق بكرة القدم. بتصورك أنت مين اللي عمل فلفل أورامي بهي الشهرة؟ حنان؟ مظبوط. تصور يا كابتن انه حنان بتستطيع انه تعرف كم هدف راح يدخل اللاعب في حياته الكرويه. يا سلام، لهالدرجه؟ واكثر يا كابتن، حنان عندها قدره خارقه في معرفه مغايب عوالم كره القدم. اهلا اهلا سحنان. الحقيقه انا سحنان، اهلا اهلا. انا بدي اقول لك شغله، انا ما كنت اعرف ابدا انك انت مشجعه من الطراز الرفيع. تفضلوا تفضل. الحقيقه يا سيد عدنان، انا بموت بالرياضه والشعر، مجنونه فيهم. وكمان بتحبي الشعر؟ كيف المكتب غيابي؟ ماشي حاله. كيف السكرتيرة الجديدة؟ يعني ماشي حالة، بس على الأقل ما بتتدخل بشي ما بيعنيها. شو قصدك؟ مو قصدي شي، بس يعني لا بتنق ولا بتشكي. يعني قصدك أنا كنت نق مو هيك؟ لا 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 أبدا، مو هذا قصدي. قصدي أنت كمان ما بتنقي، بس هلأ صاير عم تنقي. يعني اللي بيطالب بحقه بيكون نقى؟ سمر الله يرضى عليكي، أنا جاي لهون لأرتاحة. طيب طيب، خلص خلص، لا تزعل. ربيع؟ نعم. السكرتيرة الجديدة حلوة؟ مو كتير. يعني حلوة؟ يا ستي مو حلوة منوب، بس يعني على المكياج بتبين شوية حلوة. معناها عم تتمكياج لك لتصير حلوة بعيونك. سمر الله يرضى عليكي، لهون بكفي. يا ستي هالسكرتيرة الجديدة مو حلوة، بتقرف وكل النسوان بيعرفوا كمان. منيح هيك خاطرك. ربيع ربيع، تعال قلك ربيع. سناء حبيبتي، شو بك تقبريني؟ كل مالك عم تقبري. عم بتصل بعدنان ما عم لاقي. انا عم بتصل بابوك ما عم لاقي. جربي لشوف مره ثانيه. الو، مرحبا، عدنان موجود؟ مو موجود بالتمرين؟ طيب بس يجي قولي له انه انا حكيت معه. شكرا. ما قلت لك مثل العاده مو موجود. انا كمان رح اتفقد امك. الو، ايش شو بدك انت تاني يا ستي؟ اطبخي اللي بدك اياه، أنا مالي جاي على الغداء. مع السلامة. أنا الثانية؟ مين الأولى ركان؟ سلام، أبوكي متجوز علي وحدة ثانية. أمي شو الحكي اللي عم تحكي؟ هلا إذا قال لك أنت الثانية معناها متجوز عليكي وحدة ثانية. بجوز هي السكرتيرة اللي عنده طالبة منه شي طلب سخيف. سكرتيرة؟ السكرتيرات ما بيطلبوا من طلب منهم. ابوك اكيد متجوز علي وحده ثانيه. حبيبتي ليش هيك عم تبكي؟ الله يخليكي، قاعده من بيته لشغله ومن شغله لبيته. واذا كان صحيح عم يجي بكير على البيت، بس يعني انت ما بتفهمي بهالاشياء، انا اللي بعرف اكثر منك. فوتي فوتي يا سوزان، انت الوحيده اللي حكيك بيريحني. عن شو بتحب احكي لك استاذ؟ عن اي شيء بيريح الاعصاب. حاكم اعصابي كثير تعبان اليوم. احكي لك عن الحب، ما في غيره بيريح الاعصاب. ايه احكي لي وريحيني. عوض ليش واقف؟ ايه الحب يا استاذ لازم الانسان يعيشه حتى اعصابه ترتاح. يا ستي انا مستعد حب، بس يا ترى في حواليك وحده جاي على بالها تحب لحتى تحبها؟
انا بدي اقول لك ليش انت ما عندك نظر. عفوا ربيع بك، يمكن اتطاولت. لا 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 ولا يهمك، هو الحقيقه فعلا انا ما عندي نظر وما عندي خبره بالحب، بس وينك عندي خبره بالتجاره. كله بينفذ على بعضه. الحب يا استاذ بهالايام مثل التجاره، الشاطر بالتجاره لازم يكون شاطر بالحب. شو قصدك؟ يعني الحب ممكن ينشر بالمصاري؟ طبعا. ليش انا ما بنحب؟ بلا، بس اللي مثلك عمله نادره. شو قصدك؟ قصدي لازم تشوف لك وحده تعرف قيمتك الحقيقيه. قلتك بلاقي؟ يمكن. طيب عندك مانع نطلع سوا ونتغدى برا؟ اهلين كابتن حلمي. لا بابا مو موجود، ما بعرف انا، ما زوم على الغدا برا. قلتي لي ما اجي على الغدا؟ ما شيء طبيعي ما يجي على الغدا. ايه طبعا طبعا كنا سوا. بس تركني من شوي وراح. ماشي كابتن، بس يجي خليه يحكي معك. مع السلامة. ان شاء الله لقيت عدنان. لا اني ما لقيت عدنان، بس شفتي هي تاني مره انت بتظلمي لبابا، ليك طلع متغدى مع الكابتن حلمي. انت ليش كل هاد مبسوطه؟ مبسوطه لانه الكابتن بده يضم بابا للنادي تبعنا اللي انا بحبه، وتاني شيء مشان انت تشيلي هي الشكوك اللي براسك. شكر لك يا سوزان. بتعرفي انه انا اليوم قضيت احلى ايام حياتي. يلا بسرعه لا تتاخر على البيت مشان مرتك ما تلاحظ شيء. يا سلام، كمان خايفه على مشاعر مرتي؟ مو من شان مرتك، من شانك. شوفي سوزان، بكره بتجي على الشغل مكافاه مني الك. ولا اقول لك لا لا لازم تجي، لانه اذا ما جيتي بخاف تعكر مزاجي. لا اوعى، كل شيء ولا مزاجك. يلا باي باي. الله معك، مع السلامه. يا سلام، قديش في فرق بينها وبين سمر. ايوه ماشي. جول. حلو. خلي البيت يلمع لمع، وبدي اياكي تساوي لي اطيب اكله بتعرفي تساويها. بكره جاي لعندي ضيفه مهمه كثير 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 مهمه. مين هاي الضيفه؟ انسه سناء؟ سناء؟ لا انسه سناء مو ضيفه، انسه سناء خطيبه. باي. شو بده عدنان بيك؟ قال بكره جاي لعنده ضيفه مهمه كثير 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 كثير، بس مو هي الانسه سناء. كثير كثير كثير. شو اللي عم بيصير؟ فيوزاتي رح تطق، ما عم بفهم. والله يا عمتي يبدو اللي عم بيصير طبيعي، بس نحن اللي ما عم نتغير. يعني نحن مانا طبيعيين؟ لا يا ستي، لا 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 لا، هذا هو التصرف الصحيح 100%. طبعا هلا رجعنا للوضع الطبيعي اللي عملنا. ايه لا 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 طبعا لازم حب بنات مشان يتخلص. ما هي سناء لك، ما هي المخلوقه كانت رح تطير له عقله ورح تجننه. طمني لا تخافي، بس انت دائما زوديني بالتطورات، يعني اعطيني هيك معلومات. ماشي، يا هلا اهلين، مع السلامه. انا بس بدي افهم، انت بدك تعالج الولد ولا تخربه؟ طيب وانا اللي بدي افهمه. حضرتك بتفهمي بالطب النفسي؟ لا. اذا بتريدي لا تتدخلي. لك شلون ما اتدخل وانا حاسه انك عم تساوي رفيقك حجه مشان تتعرف على بنات؟ فعلا انه تفكيرك محدود. لك انا بحاجه بنات؟ انا
ما انت بعظمه لسانك قلتيها 100 مره وفي مجموعه بنات، معناتها انا بالضروره لازم اكون موجود، صح ولا لا؟ صح، بس هاد كان ايام زمان، اللي فيه طبع ما بيغيره. فعلا انه تفكيرك محدود. انا ولا انت؟ فادن، اذا بدك تضلي تفكري بهالطريقه فمعناتها انا لازم. لازم شو؟ احكي ولا وينك؟ انا تركت لك البيت وماشي. دربي شد ما يرد. مرحبا. شرفت. وين كنت لهلا؟ وين بتكون يعني؟ يا انا بعرف وين كنت، عم تصلني كل تحركاتك. تحركاتي؟ ايه، من شوي سأل عليك حلمي وحكالي كل شيء، قصدي حكى لسناء كل شيء. شو حكالي؟ قال صار لك تاكل نص ساعه وكنتوا عم تتغدوا سوا. اه ايه. وقال انه هو ناطرك بالمكتب، احكي معه على التليفون. طيب طيب. اه صار جد لك. سناء وينها؟ عم تبكي بغرفتها. ليش تبكي؟ خطيبها ما عاد سأل عنها. شفتي؟ انت السبب. انبسطتي هلا؟ هلا اتركنا من الحكي واحكي مع حلمي بيه. حاضر. الو حلمي بيك، تحياتي. الحقيقة انا كتير 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 بمنونك، انت فعلا اخ كبير. ايه وانت اخ منك. طيب وين كنت يا سيدي؟ انا لو ما كنت ذكي جدا 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 لكنت انت اليوم بوضع لا تحسد عليه. لك لا لا، بس يعني انت كنت خبرني انه طالما حدا لك. طبعا من شان غطي عليك يا رجل. ايه بعرف بعرف، لكن انت ما بتصل ابدا. لا لا لا، انا هلا طالع فورا. ايه بس وينك؟ لا تنسى مباراتنا بكره مع الزهور على الكاس. ها اه لك عبال لك، هلا انا طالع فورا. عم تستناني؟ يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. هلا ها ها هيا هلا وصلتي على البيت. الله وكيلك من الصبح طالع. ها لا لا طبعا، مصلحة النادي أهم من كل شيء. طيب طيب لا لا، جاي جاي ما بتأخر. شو هاد؟ أنت خبرتيني قلتي لي بده إياك. خاطرك. يا أستاذ حسيب. أيوة أيوة. أهلين يا أحلى جار. أهلا وسهلا. تفضل تفضل. معليش جار يعني. ولا يهمك ولا يهمك، لا تاكل هم. الله يعطيك العافية. تفضل أخي، هي كلمات الأغنية. تفضلوا. إن شاء الله هيك يكونوا كلمات حماسية وبترفع الراس. أوه على ذوقك. بس بدي أسألك، يعني هلا أنتم معقولة تلحنون هلا لبكرة؟ ما بتلحقوا؟ لحن شو يا أستاذ؟ بعطيها للفرقة الموسيقية، بخمس دقايق بتكون جاهزة، واليوم المسرح غنية على المسرح. بس أستاذ الله يوفقك، يعني إذا ما في أسئلة. عفوا. هي اللي اتفقنا عليه. ما مشكلة ما مشكلة يعني. تفضل. بسيطة بسيطة ما مشكلة. جاهزين أستاذ. بس الله يخليك، اقرا لي اياها دور. تكرم عينك. القرنفل سأل الياسمين مين اللي بده يربح مين؟ جاوب بسرعة المنتور الكاسم سوكر للزهور. الزهراوي الزهراوي مرفوع الراس حامل بإيده هالكاس. الحنطاوي الحنطاوي حالو حالو حال هربان هربان من عيون الناس. بدك تسلم تسلم يا استاذ ضمان. استاذ حسيب انا هلا عم اكتب وحده ثانيه، يعني هلا وصلان فيها بالشطر الثاني، بكره بتكون خالص اذا بدك. والمبلغ راح يكون جاهز يا استاذ. ولا يهمك. سلم على المدار. الله يسلمك. تصبح على خير. والكاس مسوكر للزهور والزهراوي مرفوع الراس. لعن الله وهذا. ربيع بدك تنام هون اليوم؟ لا طبعا، جاي اقعد عندك ساعتين بس ما بكفي. بسناء ما سمحت لك الا بساعتين بس. لك شو بدنا بسناء هلا؟ خلينا مبسوطين لهالدرجه ما بطيق تسمع سيرتها. لك مو هي القصه،
بس انا ما بحب النكد. قومي للي قومي. لوين؟ لوين يعني؟ حيي. وعد حلو بالوقت؟ مين بدي وعد؟ مرحبا صغري. اهلا وسهلا. مرحبا يا ماما. دا خلقنا لحالنا بالبيت، قلنا نيجي نسهر عندكم. ايش لا اهلا وسهلا. الله يسلمك. فوتوا حبيباتي فوتوا. فوتوا يا عيني فوتوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هيا ماما مشتقت لك كثير. ماما. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطى دمعتي جفنها صحوة الموت ما أرى أم أرى صحوة الحياة هل يخدم الحياة صحوة الموت ما أرى أم أرى يمرق لعندكم او بالاحرى ما بعرف يمكن ها يمكن راح يحضر مباراة هو ما طلع لحاله اي طبعا مو لحاله كان في معه حدا ايه طلع مع سالم الوردة كيف ما يعني ما بعرف شو بدي اقول لك يعني هو بده يجي بوقت متاخر من الليل فماني متاكده اذا بيقدر يتصل ولا ما بيقدر انا دائما عم بقول له صدقيني سنوقه دائما عم بقول له انك عم تتصلي طيب خلص بقول له اذا ما نسيت ما بوعدك ماشي اهلا وسهلا مع السلامه يسلم هتمني يا عمتي يسلم هتم قدر احمق الخطى يلا بسرعة بسرعة سحقت هامتي خطى الباب عمتي الباب عمي الباب سكرتيرة مركز الكمبيوتر عمي نبيه أنشنتي شربنا تفضلي 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 اختي دنورة تفضلي عمتي شو راح تطبخوا لنا اليوم ولو كرمالك وكرمال راح اطبخ لكم اطيب الاكلات وانا بايدي راح نقي الخضرة الله يسلم لنا ايديك يا عمتي يلا روحوا اشتروهم من السوق للغراض يلا اخ ما حلوة لك ما حلوة يا عدنان المفروض بالأول نسلم عليها ونضيفها ونقوم بواجبها بس عمتي عمتي يعني لو سمحتوا اتركونا لحالنا شوي أخ صداقة ابن أخي شو رأيك ساوي لك خلطة من كعب الدس تقوي الصداقة بينك وبينها يا أخي يا عمتي عمتي ها ايه تعم إذا بتحبيه أبن عمك أخلي
حناني. ايه المباراة، مباراة الكأس بين الحنطة والزهور. يعني ما بيصير تشوف المباراة هون بالبيت على التلفزيون؟ لك يا عيني انت ليش ما بتفكري لبعيد؟ بدك الكابتن حلمي يزعل مني؟ بعدين هي تجارتي، مصالحي، بعدين ارجوكي لا تتدخلي بشغلي. شو هو؟ معي حبيبتي، فعلا في شيء غريب عم بيصير. لك تصوري حتى عدنان عم يهرب مني. وحضرتك لوين رايحة؟ أنا رايحة على الملعب، في عنا مباراة اليوم. رايحة على المباراة ولا رايحة تشوفي؟ باي مي. لا أكيد في شيء عم بيصير وأنا ما معي قبعة. خير كابتن، قال بعتوا غاي. اسمع سليم، الموضوع اللي حكيته انا وياك الصبح ما لازم حدا يدري فيه غيري وغيرك، فهمت؟ فرضا بكره اللعيبه يحسوا بالملعب. لازم ما يحسوا، لازم المباراه تمشي بشكل طبيعي. كابتن خايف بكره ضميري ما هلا املي ضميرك حطه على جنب ومصلحه النادي. احنا بنعرف مصلحه النادي اكثر منك. بكره بدنا نصدم الجمهور هيك. هلا الجمهور متعود علينا وعلى صدماتنا، خلصني بقى. بس نحن وعدناهم بالكأس. مزبوط، وعدنا وما قدرنا نوفي بوعدنا، شو نساوي يعني؟ ما بنساوي شيء، بكره بنوعدهم بكأس آسيا. هيك ها؟ يا عيني عليك. ماهر! يا ماهر! لك وين الظرف اللي قلت لك عطيه لسليم؟ ليكو. عطيه. شريف. روح للي والله يا كابتن ضميري. اسمع سليم، عندك حلين، يا بتاخذ الظرف يا اما في 100 نادي. ها الو. ايه حلين، كله تمام. ايه نفذنا المطلوب ان شاء الله. مع السلامة. يا سمر تعال من ايدي. اهلين ربي. هي وفيت وعدي واجيت. ها اهلين وسهلين. بس وينك؟ ادعي للمباراة اللي خلتني اجي. ها يا ريت تجيب في المباراة. سيداتي وسادتي، أعلن الحكم الياباني تشاو تشي ياماناكوتو صافرة البداية. كما ذكرت يقود المباراة طاقم أصلي من اليابان، حضر خصيصا لقيادة هذه المباراة، وذلك بعد الإشكالات التي حصلت في المباراة السابقة. طبعا ومنعا للقويل والقيل والقال، استخدم اتحاد الكرة طاقم حكام ياباني كما ذكرت من اليابان خصيصا لإدارة هذه المباراة الهامة، ونتمنى أن تنال إعجابكم. شو ما صار يصير زهراوي أصيل، شو ما صار يصير زهراوي أصيل، شو ما صار يصير زهراوي أصيل. وأحب أن أذكركم أعزائي المشاهدين أن نادي الحنطة يرتدي اللون. يا سلام، يمكن المباراة حلوة كثير. أنت حتما من أنصار الحنطة؟ لا أنا ما متعصب أبدا، أنا مع اللي بيلعب حلو، اللي بيلعب أحسن، وبالنسبة لي هو فريق. أيوة الطابة سليم. أيوة يا سليم، شوت أوفر للنص. لا وينك أنت؟ أيوة الطابة مع الزهور. يا سلام، لعب جميل جدا، يعني عم يظهر من فريق الزهور الرياضي اللي دائما متألق أعزائي المشاهدين، واللي عم يزرع اليوم بالملعب حيوية ونشاط، هجوم كاسح ودفاع مستميت من فريق الحنطة، ولكن النتيجة دون جدوى.
لك شو بك؟ شو بدك مني؟ شو هذا يا كابتن؟ مو هاي الخطة حطيتها، أنا حطيت خطة هجومية، مو دفاعية. هلا لا تدعي كتير، في عنا بطولة الأندية الآسيوية شبه نروي. ها ماهر دير بالك على الأستاذ شبك. شو أستاذ؟ شو الخطة هاي؟ سيداتي سادتي، كما أرى الحكم يرفع بطاقة حمراء بوجه لاعب الحمراء، يعني الحقيقة هو بيستاهلها. برافو برافو، يعني جميل جدا انه يكون دائما الحكم صاحي. احتجاج من فريق الحمراء، اللاعب يبكي لان الحكم اخرجه، يعني الحكم يناوله محرم يمسح دموعه، ولكن عظيم. الحكم يعلن عن ضربه مباشره قريبه جدا من منطقه الجزاء. بلوكي بلوكي ينهض وهو يعرج على قدمي. سلامات سلامات يا بلوكي، ما في الا الخير ان شاء الله. وفلفل يستعد اعزائي المشاهدين لتنفيذ الضربه الحره. فلفل فلفل يركض باتجاه كرة. يلا يا فلفل، يلا يا فلفل. ولكن سيداتي سادتي، الحكم الياباني الدقيق يعلن عن نهاية الشوط الأول قبل وصول فلفل للكرة. ما في داعي، ما في داعي كنت يا فلفل لحتى تضيع الوقت. كان الواحد بهذا الوقت بيشوط أكثر من 10 ضربات حرة. والآن نعود إلى استديوهاتنا لفترة قصيرة ونستمتع ببعض الأغاني التي حضرها زملائنا في استوديو. فإلى استوديوهاتنا في التلفزيون. شو؟ شايفتك رجعتي؟ شو ما شفتي بالملعب؟ ولا حتى بالبيت، لك وين بدي يكون يعني؟ لك اسمعي مني، اسمعي مني، اتركيه، خليه هو اللي يدور عليكي. أمي، إن شاء الله، إن شاء الله، لا بقى تتدخلي بشؤوني. في شيء عم بيصير وأنا ماني فهمانة شو هو. لو كنت محلك ما بتردد ابدا بالسفر ولا ترد على حدا، لازم تعمل العمليه. يعني هيك رايك؟ ارفع صوت اذا سمحت. يعني هيك رايك؟ لك صوت التلفزيون صار وقت الشوط الثاني. ايه مزبوط، نسينا الشوط الثاني. اعزائي المشاهدين، عدنا بكم الان الى الملعب لمتابعه مجريات الشوط الثاني من هذه المباريات الهامه بين فريقي الحنطة وفريق الزهور الرياضي. طبعا نتمنى ان نشاهد اهداف جميله لكلا الفريقين، ودون التحايز الى فريق من الفريقين الذين يلعبون هذه المباراه الهامه. أعزائي المشاهدين، أنني أسمع الآن صافرة الحكم عن بداية الشوط الثاني من هذه المباراة. الطابة مع فريق الحنطة، سليم الحيط ويشوط سليم الحيط. أوه وين يا سليم؟ على ما يبدو سليم الحيط صاير لاعب مو تمام، شاطئ نحو الجمهور نحو المدرجات كما أرى. أعزائي المشاهدين، لابد لنا أن نذكر أن المدرب تومسون قد ترك فريق الحنطة واستلمه المدرب أبو دراع على ما يبدو خطة جديدة، ولكن هل يعقل أن تكون الخطة أن يضرب الطابة نحو الجمهور؟ المهم يعني يبقى سليم الحيط هو أحد لاعبين الذين كان لهم باع طويل، يعني لاعب في المنتخب الوطني 53 مباراة دولية و115 مباراة محلية و620 مباراة حارتية. نمرة رجله أعزائي المشاهدين 48 طوله و191 سنتي و83 نمرة راسه رجله 48. حرم من اللعب مدى الحياة عدة مرات، ولكن شمله العفو. تلقى 846 انذار. مدحه شوي بالأول وبعدين أدحه. هو صحيح مدحه وأدحه، بس صديقنا الاستاذ سالم معلق ممتاز ونزيف. طبعا عم يحكي وقائع. يا حبيبي حيطكم اليوم رح ينهي. لا 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 لا، ما بتصور، ما كان كتير. ها عليك، ها 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 حلو. ايوه فوت. ايوه انما ينطقت من الشباك فردة حذاء فلفل، يبدو انها هي التي هزت الشباك امامنا. هناك احتجاج من قبل لاعبي الزهور على ما يجري في المباراة، ولكن يعني يبقى قرار الحكم هو الصح، ويتجه الآن الحكم على ما يبدو ويعلن عن متابعة المباراة. أعزائي المشاهدين، يا أخي دائما أعزائي المشاهدين وقت بتكون حكام نزيهين، ودائما هم نزيهين
بيعطوا دائما الحكم ياباني يا امي ما بيعرف يميز بين الطبيب وبيوت الرياضه. بص ايدي زي ما كان تايواني هذا. لا ده ياباني. امي انت شو عرفت بالماركات؟ اللاعب رقم 8 من فريق الحنطة بتنفيذ مو مشكلة أنا شامي ريحة جول وأوفر للنص. بس أنا بتوقع تنتهي المباراة بالتعادل 0-0. لا راح يفوز جماعتنا. بس هو مستحيل اختراق دفاع الحنطة. ما دخل الدفاع يا حبيبي، شوف فريقكم كيف بلش ينهار. بس تنسيبي الطابة ما بدها تدخل. كيف يعني راح يفوزوا جماعتكم لكان؟ هلأ بتشوف الجول رح يجي آخر 5 دقايق. بالعكس أنا ما عندي مشكلة، بالعكس أنا كرمالك بتمنى يفوز فريق الزهور. كرمالك أنت بس المرمى مرة في العارضة ومرة في جسم الحارس. مو معقول حرام حرام على الضغط يروح على الفاضي يا شباب. فلفل يا شوط إنما خارج الأخشاب. باقي عندي 5 دقايق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. سليم الحيط يسجل هدف رائع. برافو يا سليم، برافو. سيدتي وسادتي، وكأن هناك شجرة بين الحيط ورفاقه الحكم، والحكم ينظر إلى ساعته ليطلق صفارته معلنا عن نهاية المباراة قبل الوقت الأصلي ب3 دقائق. يا حرام ليش هيك سويت يا سليم؟ مو حرام عليك؟ لك بنتي هو ما قصد يسجل جول على حاله، ما قصده. طيب والحكم ليش نهى المباراة قبل 3 دقايق؟ لك يلي بساعة ونص ما قدر يجيب جول، بدك اياه يجيب باخر دقيقة؟ امي انت صاير عم تتدخلي بشؤوني وبالمباراة وبسليم الحيط وبكل شيء. لحظة، بكير ما بقدر، هن بيعرفوا اني انا موجود بالملعب وعم بتفرج على المباراة فلازم روح. مين اللي فاز؟ بعرفني مثلي مثلك ما شفت المباراة، بس اللي سمعته انه سليم الحيط حط جول. معناته فريقنا اللي فاز. يلا رح تجي بكرة؟ ان شاء الله بحاول بكرة الصبح اجي اثناء الدوام مشان ما حدا يلاحظ. يلا خاطرك، مع السلامة. لحظة بعد شوفي بالله اللي انتبهتي والله. يلا خاطرك، مع السلامة. شو رأيك بدي أخذك مشوار بالسيارة بمناسبة فوز فريقنا؟ شو هالحكي عم تحكي عن جد؟ شو عم امزح معك؟ يا ستي الحمد لله ونشكر الله اللي ما فاز فريقنا، وإلا ما كنت أخذتيني معك مشوار بالسيارة. يا سيدي كمان عازمتك على الغدا. إيه بس عمتي راحت على السوق مشان تشتري أغراض تساوي لنا غدا. اروح بهيك مناسبة أنا لازم غديكم أحسن وأرقى مطعم البلد. يا ستي لعيونك، بلا عمتي بلا غدا بلا بطيخ. يلا لوين؟ عمتي نحن ما رح نقدر نتغدى، انتو هيك اعملوا غدا لحالكم كلوا لما احنا رايحين. باي باي. تغدوا انتو ونحن طالعين. نعمل دورة بالسيارة. باي باي. باي باي. أخ الغدا اللي بدنا نطبخه لمين؟ بالضبط ما أخلصها. تعال. يا سناء، تركان، ام سناء. نعم. لك تعو خير ان شاء الله. شو فيني؟ خير. لك تعو كلو حلوان. فوزنا اليوم، فوز فريقنا. اي فريق؟ على اساس انت حنطاوي؟ ايه معلوم. لك اليوم فزنا بهدف رائع بيطير العقل، سجله سليم الحيط بالدقائق الأخيرة. لك سناء، يا سناء، هاي تعي 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 اسمعي أبوك شو عم يقول. قلي يا ربيع أنت وين كنت؟ بالملعب. وين بتكون يعني؟ لك يا ريتكم كنتوا معي، راحت عليكم شغلي بتطير العقل وعيونك تشوف حيطنا لما جاب الجول. الجمهور لك شو الجمهور؟ لك الملعب كله قام وما عاد يعود، والإعلام الآن صارت تترفرف وشعلوا المشاعر، والجمهور نزل لك على الملعب وحملوا لك الحيط، سليم حيطنا يعني، سليم الحيط، وصاروا يدوروا فيه بهالملعب. ربيع أنا بعرفك كذاب،
بس ما بعرفك مؤلف. لك منين جايب هالحكي؟ من الملعب. لك انا كنت هنيك. انت ليش عم تطلعي فيه هيك؟ عيني اذا بدك مصدقتيني اسالي حلمي نواصه. كنت قاعد معه على كرسي جنب منه، الكتف في الكتف. لا وبالعلامة هلا راح على النادي مشان يستقبل وفود المهنئين. ربيع هلا اتصلنا بالملعب لنطمن. قام طلع حلمي نواصة اكل قتلة من الجمهور وبالمشفى، وسليم الحياة كمان بالمشفى. المشفى؟ أوباش ضربوه الأوباش لأنه سجل جول. لك نحن إمتى بدنا نصير بشر؟ إمتى بدنا نصير بشر؟ نصير بشر بس نبطل الكذب. يا ربيع بيك انت ما كنت بالملعب لانه سليم الحيط سجل جول على فريقه، جمهور الحنطة هو اللي ضربه وضرب حلمي نواصة. ولو كنت انت صحيح بالملعب كنت هلا بالمشفى بين الموت والحياة. يا ريتك كنت بالمشفى. سناء ربيع اللي وين كنت؟ هاد احكي لي كمان، انا اليوم اسعد بس هذا كل ما كنت اقعد مع سناء كنت احكي لها على الكمبيوتر والسنبول الذهبيه والزر شيفت، كنت حط مغمض. اما هلا اختلف الوضع تماما. اكتشفت انه الانسان لازم اذا قعد مع جنس اللطيف يحرك يتلحلح ياخذ ويعطي، يحكي عن الفوتبول مثلا. على فكره ايديك كثير ناعمين خارج كمبيوتر. بعدين كمبيوتر يا عمي عمتي نبيل. عمي نبيل يرجع اغراضه بعد التجارب لمحله. يي عدل يي انت فين وانا فين؟ عبورة قلتك يعني ما تأخروا تأخروا. ما سمعتي عمتي قالت عازمته على الغداء. عزمته على الغداء. عزمته على الغداء. ايه نيانو خليهم يعيشوا. يعيشوا؟ اوف اخ احلى كمان تكون سواقتها تعبانة وتروح الصبي. قولي عليكي يا دنورة قولي عليكي، ما صدقنا على الله امتى صحته تحسني. قولي عليكي عمتي ليش هيك افكارك سوداوية؟ افكاري سوداوية؟ شو بدك اياها تكون سيكلمة ولا معرقة؟ ابن اخي هات ولا هديك الطمعاني فيه؟ لك من الصنصيص طمعاني فيه؟ هذا ابو العلم والمعرفه والادب والكمبيوتر والماجستير لعبت بعقله. هي اللي افكارها سودا، هي الطمعانه، هي اللي عقلها نيله وعطابه وعكر زيت. كيفه يخرب بيتها بس عكر زيت. عمتي عكر زيت. عمي بده يعمل لي خلطه سحريه من العكر زيت. شو من العكر زيت بده يعمل لي خلطه؟ عبوره تعالي لك شوي بسرعه. عمتي شو قلتي لي الخلطة من شو؟ العكر زيت. العكر زيت؟ ايه. طيب الله يرضى عليكي بس يجي عمك نبيه قولي له. قال بتقلك عمتي دنورة. ها! بقى هيك لكان كنت بالمكتب. طبعا ما بتكون. اصلا انا مالي خلق اتفرج على المباريات المحلية، كلها ضرب وترفيس. بعدين اذا ضليت بالبيت بنتك رح تصرعني من المباراة، فقلت لحالي روح على المكتب واشتغل لك بالحسابات احسن لك. طالما كنت بالمكتب ليش عم تقول انك كنت بالمباراه؟ لانه لو قلت لك رايح على المكتب كنت بدك تفتحي لي اسطوانه النق وتقلي لي الشغل ما بيخلص واليوم عطله وبلا لك نروح على المكتب. ما دام ما لك علاقه بالرياضه شو علاقتك بحلمي بيك لكان؟ فعلا انك قصيره نظر يا مدام. انا تاجر. بتعرفي شو معناته انه تكون علاقتي جيده مع النادي ورئيسه؟ معناته الشيء انه في 40,000 مشجع من انصار النادي صاروا من زبائني وراح يشتروا منتجاتي. واذا فكرت بيوم من الايام نرشح حالي على المجلس النيابي فبيكون معي 40,000 صوت مضمونين بجيبتي. فهمتي يا بقى؟ ما شاء الله ناوي ترشح حالك للمجلس. ليش لا؟ اعضاء المجلس مو احسن مني؟ نصهم من تجار هالبلد. اي اي لا ما في شيء. الحمد لله شوية ردود خفيفة. يا سيدي أول ما ضربوني أول ضربة رحت مسطوح على الأرض، فكروني متت قاموا انتقلوا لغيري.
ايه ايه بسيطة. يا سيدي الله يسلمك على راسي. ايه بس انت بتعرف تكاليف المشافي الخاصة قديش بتكلف. الله يبارك فيك يا سيدي. اهلين وسهلين. والله التقصير فينا لحنا مزبوط، لازم نعمل توعية للجمهور كيف يتقبل الخسارة والربح. ايه عفوا صدقني ما عم بقدر احكي معك مزبوط، كتير موجوع، بحكي معك غير مرة. على راسي الله معك. شو بدي اقول لك يا دكتور فريد، امبارح عدنان اتصل باخر الليل وقال شو انا عم بتصل فيكم حتى ما يغلي قلبكم، ماني راجع هلا بدي اتاخر بالسهره. ما حبيت ازعجك الا الدنيا نص ليل يعني، ما حلو هيك ازعجك. تسلم الله يخليك يا دكتور، شكرا كثير لك. اه ما اجى لوش الصبح، لا ما فسح لي مجال احكي معه، فات دوز دغري ونام. كي مو مشكلة؟ اف اخ شلون هيك دكتور؟ ما بعرف مع مين، بس دكتور مبارح بعد العصر طلع مع هي البنت اللي اسمها البنت الحلوة، ايه اللي اسمها حنان. ايه طيب دكتور بس يفيق خليه يحكي معك. ليش ما في داعي؟ اه خليه يجي لعندك. ماشي دكتور كتر ألف خيرك، شكرا كتير إلك، مع السلامة. واخ يا رجلي ولي طيب بس رجلي ولي 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 شو أعمل بحالي؟ إلا لنبيه يعمل لي شي خلطة ولا أحكي مع طبيب اختصاصي. والله بيقول طب الأعشاب كتير ظريف. أف أخ كذبنا الكذبة وصدقناها. ما أقولي ما بدي نبيه ووارفاته بلا لي إياها، أحكي مع طبيب اختصاصي. قولي آه لا لا أنا ما دخلني، سلسلي بحيث هو اللي فوت الجول. حنطة